بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً سيما إمام زماننا وولي أمرنا الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه وجعلنا جميعا من أنصاره وأعوانه والممتثلين لأوامره أحبتي ما زلنا في برنامجكم العقائد الحقة العقائد الحقة تؤخذ من الحق وهو القران الكريم وكما قال رسول الله صلى الله عليه واله علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار فناخذ الحق من علي وال علي ومن الكتاب الكريم وهذه العقائد الحقه عقائد حقه نحن عليها كما عليها اهل بيت العصمه والطهاره صلوات الله عليهم اجمعين وكل من يخالف الحق فماذا بعد الحق الا الضلال لما يكون القران حق ولما يكون اهل بيت العصمه والطهاره حق فالخروج عن هذا الحق يكون باطلا من جمله المسائل العقديه التي صارت مثارا للجدل واخذت مساحه واسعه في النوادي العلميه وفي المكتبات الاسلاميه وفي التراث مساله رؤيه الله عز وجل مساله رؤيه الله عز وجل ليش أكو أحد يقول بالرؤية نعم نعم هناك مدرسة تخالف أهل البيت تقول بإمكان الرؤية في الدنيا بعضهم يقولون بعد الموت بعضهم يقولون بالآخرة بعضهم يقولون بالجنة أمكان الرؤية ولكن نحن مع القرآن لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير نحن مع القران الكريم ليس كمثله شيء هذه المحكمات نتمسك بها ولا نتمسك بالمتشابهات المحكمات هي واضحه الظهور ظهورها ظهورها واضح جدا لا يمكن ترك الواضح الى شيء غير واضح فلذا من هذا الباب جاء عن ابن بزيع عن مولانا ابن الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل لا تدركه الابصار لا تدركه الابصار يعني ينشاف لو ما ينشاف ما ينشاف بعد لا تدركه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قال لا تدركه الأوهام هذا الوهم القلوب لا تدركه أوهام القلوب فكيف تدركه أبصار العيون يعني انت بذهنك وتصورك لا يمكن ان تدرك الرب وان تحيط به لا يحيطون به شيئا من حيط به علما لا نحيط بشيء من وجوده الشريف وانما كل ما عندنا من المعرفه ما سمح لنا به الرب تبارك وتعالى حيث عرفنا نفسه عن طريق القرآن الكريم وأهل بيت العصمة والطهارة دون ذلك وإذا تجلت مفاهيم للعقول لا بد أن نعرضها على القرآن إذا فرد واحد يقول عقلا ما كمانع أن نرى الله إذا وما يمكن عقلنا ما يمكن ليش؟ لأن الرؤية البصرية تحتاج إلى تجسيم والتجسيم يعني تركيب والتركيب يعني يحتاج إلى مركب والله عز وجل ليس بجسم كما قلنا سابقا فلا نرجع إلى تلك الأبحاث فالإمام الرضا صلوات الله عليه يقول الأوهام أوهام القلوب هاي التصورات الباطنة لا يمكن أن تدرك الله فكيف البصر يدركه هاي القدرة الشفافة الباطنة عند الإنسان لا يمكن أن تحيط بالله عز وجل فكيف البصر يحيط به؟ طيب. عن إسماعيل بن الفاضل قال سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن الله تبارك وتعالى: هل يرى في المعاد؟ ليش هذا الراوي جايب هذا السؤال؟ لان المدرسه المخالفه لاهل البيت بعضهم قال الله يرى في المعاد فهذا جاء عند الحق والحقيقه وعند اهل بيت العصمه والطهاره لكي يسالهم صدق ذوول المخالفين لكم يقولون الله يرى والقران يقول لا تدركه الابصار فقال الامام الصادق صلوات الله عليه سبحان الله يعني منزه ربنا تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا يا ابن الفاضل إن الأبصار لا تدرك إلا ما له لون وكيفية شيء اللي تريد تشوفه غير إلى كيفية غير إلى لون غير إلى حجم حتى تدركه والله عز وجل خالق الالوان والكيفيه ومنزه عن الالوان والكيفيه ومنزه عن صفات عباده فيرى او لا يرى لا يرى لا تدركه الابصار لا تدركه الاوهام وكل ما توهمتموه كل ما نتوهمه في اذهاننا يعني كل ما نتصوره في ادق معانيه فانه مخلوق لكم انت جبت في ذهنك مخلوق لكم مخلوق مثلكم مردود اليكم هذا مو الله الله لا يمكن تصوره فاذا لا يمكن تصوره بالذهن والعقل فكيف ان نتصوره باعيننا وعيوننا الشوفه عرفت شلون ربنا تبارك وتعالى منزه عن كل ذلك إبراهيم الكرخي قال قلت للصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه مولاي وسيدي فرد واحد إجانا يقول شفت منام إيه شنو هذا المنام إن رجلا رأى ربه في منامه يقول أنا شفت الله شفت الرب في المنام فما يكون ذلك؟ شو تقول مولانا في هذا الكلام؟ قال ذلك رجل لا دين له. هذا اللي يدعي لا دين له. شلون لا دين له؟ إن الله تبارك وتعالى لا يرى في اليقظة ولا في المنام ولا في الدنيا ولا في الآخرة. يصب مي على ايديك في الرؤية ما يرى أبدا. لا تفكر بالرؤية لا بالدنيا لا بالآخرة. لا اهنا بيتك ولا في الجنه الله جل وعلا من يرى الشيء اللي يرى له حجم له لون له كيفيه والله خالق الكيف والالوان ومنزه عن كل ذلك تعالى ربنا عما يقول الظالمون علوا كبيرا ليش الامام يقول هذا لا دين له لانه كذب على الله انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون فهذا لا ايمان له هذا كاذب على الله تبارك وتعالى الله جل وعلا لا يرى طيب فاذا في مساله رؤيه الله ابحاث كثيره هناك رجل عن صفوان قال سألني أبو قره المحدث من المحدثين المشهورين في زمن مولانا أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه أبو قره محدث كبير مشهور معروف باصطلاح اليوم شلون مرجع تقليد شلون رئيس وزراء الى معرفه في البلد الناس تعرفه هذا ابو ح... ابو قره المحدث ايش هذا؟ قال صفوان سالني ابو قره المحدث ايش منك؟ ان ادخله على ابي الحسن الرضا قال لي وديني عند امامكم ابي الحسن الرضا وديني عنده اريد اشوفه. فاستأذنته في ذلك فأذن لي فدخل عليه طلبت الإذن الإمام قال خلي يجي خلي يدخل دخل فسأله عن الحلال والحرام والأحكام سأله عن الأمور الفرعية فالإمام أجابه حملها أخذها حتى بلغ سؤاله التوحيد وين وصل إلى العقائد من الأمور الفرعية إلى الأمور الأصولية قام يتكلم بالعقائد والتوحيد فقال أبو قرة إنا روينا مولانا إحنا عندنا رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أريد أسئلك عنها زين واحد عنده معلومة شاك بيها ما يدري أنها تطابق القرآن على خلاف القرآن خلي نسأل نتأكد إنا روينا أن الله عز وجل قسم الرؤية والكلام بين اثنين بين اثنين من الأنبياء الكلام لمن وكلم الله منه موسى تكليما موسى الكليم طيب قسم الرؤية والكلام بين اثنين الكلام صار مع موسى الرؤية مع من؟ مع محمد صلى الله عليه وآله أبو قرة المحدث ده ينقل للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول له هذا فد حديث هكذا إجانا يعني شنو التفت جيد يعني أن موسى الكليم سمع كلام الله وما استطاع أن يرى الله موسى الكليم قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني موسى ما تقدر تشوفني على هالحكي على هالرواية على هالكلام يعني موسى يقول لله إلهي ما تخليني اشوفك، الله قال له خذ اتكلم وياك انا الكلام لك، الرؤية لغيرك. يقول له الهي الرؤية لمن؟ الرؤية لمحمد صلى الله عليه واله، يعني محمد يقدر يشوفني، آه اسمع زين موسى يقول لن تراني زين منو يقدر يشوفك على هالحكي هذا يعني على هالتصفيط هذا يعني قسم الكلام قسم الكلام والرؤية بين اثنين الكلام لموسى الرؤية لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وآله يعني محمد رأى ربه فده يقول له هذا الحديث مولانا احنا اجانا عن النبي صلى الله عليه وآله شو تقول انت مولانا يا ابا الحسن الرضا الإمام صلوات الله وسلامه عليه استدل له بالقرآن قال له فمن المبلغ عن الله إلى الثقلين الجن والإنس من بلغ عن الله القرآن من جابه احنا شلون تلقينا القرآن ما اخذنا من الله مباشرة اخذنا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله فمن المبلغ عن الله الى الجن والانس؟ شنو بلغهم؟ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار من المبلغ؟ محمد صلى الله عليه واله شنو دي يقول للناس؟ يقول لا تدركه الابصار هذا واحد ثانيا ولا يحيطون به علما فاذا ادركنا بالبصر احطنا به او لا؟ احطنا به، هو شنو يقول؟ لا يحيطون به علما. وبعد وليس كمثله شيء. من الذي بلغ هذه؟ اللي يقول الله من شاف ليس كمثله شيء لا يحيطون به علما، من الذي جاء بها الى الناس؟ اليس محمد صلى الله عليه واله قال قال بلى أبو قرة قال له بلى مولانا النبي جابه قال فكيف يجيء رجل إلى الخلق جميعا فيخبرهم أنه من عند الله وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله وأن الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وأن الله عز وجل يقول لا يحيطون به علما وأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء ويقول أنا شفت الله صدقون يا جماعة منا بعد يقولهم الله جل وعلا يقول لا تدركه الأبصار الله يقول ليس كمثله شيء الله يقول لا لا يحيطون به علما ثم يقول أنا رأيت الله معقولة هيك شيء إنسان ديبلغ يبلغ عن الله الله يقول أنا ما أنشاف لا تدركه الأبصار بعدين يقول أنا شفت الله وهذا مو كذب على الله هذا ها ثم يقول أنا رأيته بعيني وأحطت به علما وهو على صورة البشر صار الى مثل لما صار الى مثل شلون لا يكذب نفسه نعوذ بالله يقول لا تدركون ده يكذب نفسه يقول لا يحيطون به علما فقد احاط به يكذب نفسه يقول ليس كمثله شيء وهو على صوره البشر معقول النبي حتش هذا الحكي حاشاه زين اما يستحيون هذولا اللي يقولون إحنا مسلمين ما يستحون ذولا ما عندهم حياء من النبي يقولون النبي جاء عن الله لا تدركون الأبصار يقول أنا شفته يقول ليس كمثله شيء يقول هو مثل البشر يقول لا يحيطون به علما يقول أنا شفته أحطت به لما تشوف واحد تحيط به لو ما تحيط به فشلون هذا كيف يقول ذلك لا ولا ما قدرت الزنادقه ان ترميه بهذا المسلمين رموا الزنادقه الزنادقه ما قالوا محمد راى ربه صلى الله عليه واله المسلمين اي مسلمين المخالفين لاهل بيت العصمه والطهاره المخالفين لمن قال رسول الله اتبعوهم تمسكوا بهم إني تاركم فيكم مستقلين كتاب الله وعترتي ما أنتم تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا عافوا ذولا عافوا الهدى نتيجتهم شنو صار ضلال وضياع لاحظت أبو قرة شنو قال أبو قرة قال قال أكو آيات أخرى تدل على أن الله يرى أبو قرة ما تجيب النذني الآيات اللي تدل على أن الله يرى وين هن ذني بجزء واحد وثلاثين بجزء اثنين وثلاثين بالجزء الثاني من قرآنكم وين موجودات هاي الله يرى قال لا على كيفك أنا أجيب لك وين ولقد رآه نزلة أخرى بالله عليك النبي راى جبرائيل ولقد ناه نزله اخرى نسبها الى الله هذا ما مفتهمين القران ذوله بعيدين عن القران رب تال للقران والقران يلعنه شلون ينسبوها الى الله ولقد راه نزله اخرى فقال ابو الحسن الرضا صلوات الله عليه ان بعد هذه الايه ما يدل على ما راى اقرا وراه ما كذب الفؤاد ما راى ما كذب فؤاد محمد صلى الله عليه واله ما رات عيناه شنو رات عيناه ولقد راه ولقد راى من ايات ربه الكبرى القران هو بين مو راى الله راى ايات ربه مو راى ربه يا ناس يا اوادم ليش متتأملون القرآن أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض خو ما يصير خو كمل الآية الآية توضح لك ولقد رأى ماذا رأى من آيات ربه الكبرى الله يقول لا يحيطون به علما شلون هذا أبو قرة يقول للإمام الرضا يعني إجتنا رواية أفتكذب الرواية الإمام الرضا قال إذا كانت الرواية على خلاف القرآن وكذبها نعم الرواية القرآن يقول الله ما ينشاف هو يقول الله ينشاف هو خلاف القرآن لو القرآن صحيح لو هذا الحديث صحيح إذا هذا الحديث صحيح القرآن ده يكذب علينا نعوذ بالله من ذلك إذا القرآن صحيح يعني هاي كذب يعني جعلوها وضعوها حاشا رسول الله أن يقولها لاحظتي ولا أفتكذب قال نعم أكذب بها كذبت بها وما أجمع عليه المسلمون لا يحيطون به علم لا تدركه الأبصار ليس كمثله شيء أي أجمع عليه المسلمون أترك الآيات اللي أجمع عليها المسلمون وأستمسك بحديث على خلاف ذلك إذن شوف الإصرار من خلال حديث ابو قره شوف اكو الطرف المقابل عندهم اصرار على رؤيه الله بالعين ومدرسه اهل البيت والقران يقول غير قابل للرؤيه بالعين بعد اقرالك عن البزنطي عن ابي الحسن الرضا صلوات الله عليه، ليش هاي الاحاديث متكثره؟ لان بزمن الامام الرضا في حكومه المامون العباسي فتحوا مجال للاديان للبحث العلمي مجال واسع صار فالناس تناقلت الاخبار وكانت تاتي الى الامام الرضا عليه الصلاه والسلام وتساله مجال صار للسؤال البزنطي عن ابي الحسن الرضا صلوات الله وسلم عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله لما اسري به الى السماء بلغ بي جبرائيل لما اسري به الى السماء من كان معه جبرائيل بلغ بي جبرائيل مكانا لم يطأه جبرائيل جبرائيل قال يا رسول الله أنا هنا حدي أنت تقدر تصعد لو دنوت ألمنا لو أتحرك أصعد شوية بعد ألمنا لاحترقت مو مجالي هذا مجالك هذا الله سبحانه وتعالى إلك مقدرك فكشف لي فأراني الله مو أراني الله نفسه أراني الله من نور عظمته ما أحب أراني الله النور الذي خلقه نور العظمة هذا وين؟ رؤية الله وين؟ هذا كلام أهل بيت العصمة والطهارة لما عرج به إلى السماء مو رأى ربه لما عرج به إلى السماء رأى نور ربه الأنوار الإلهية التي خلقها الله ونسبها إلى نفسه معنى ذلك شوف المدرسة المقابلة كانت تصر وكان أهل البيت يصرون على إظهار الحقائق وبيان عن أبي هاشم الجعفري شوف هاي رواية ثالثة عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال سألته عن الله هل يوصف قال أما تقرأ القرآن قلت بلى مولانا أقرأ وين تقصد مولانا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قلت بلى هاي الآية قريتها قال فتعرفون الأبصار قلت بلى الأبصار عن العين مو هاي تقصد مولانا أبصار العيون فقال إن أوهام القلوب أكثر من أبصار العيون أقوى التصورات الباطنة أنا لما أفتح عيني للحائط يوقف البصر مالتي يصطدم بالحائط ويوقف ورا الحائط ما اقدر اشوف اما وهمي هذا التصور مالتي اصعده الى سبع سماوات والى العرش اودي مش قد قوي هذا الوهم هذا الوهم الذي يتجاوز الحيطان والسماوات والارضين هذا الوهم اللي يصل الى العرش هذا لا يدرك الرب هذا بصرك اللي يوقف الحائط يدرك الرب اي عقول هذه؟ لاحظت هذا المعنى؟ فهو لا تدركه الاوهام وهو يدرك الاوهام فكيف تدركه الابصار؟ بطبيعه الحال لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير طيب مولانا الرضا صلوات الله وسلامه عليه روايه اخرى إبراهيم الخزاز ومحمد بن الحسين قالا دخلنا على أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه إيه حلو جميل اسمع هاي الرواية فحكينا له ما روية قلنا له مولانا احنا نقعد بالمجالس نفتار نروح ونجي تدري مولانا مو كل الناس من اتباعكم اكو ناس هواهم شويه وياكم شويه ويا غيركم اكو ناس هواهم ويا غيركم مو وياكم فاحنا نجلس مع محبيكم ومع بقيه الناس ونسمع احاديثهم زين بويا شنو سمعتوا شيء جديد ها فحكينا له ما روي في المجالس الاخرى وفي الاروقه وفي النوادي شي يقولون ان محمدا صلى الله عليه وآله رأى ربه في هيئة الشاب الموفق النبي صلى الله عليه وآله رأى ربه ذول الناس المخالفين لأهل البيت في مدرستهم عدهم هذه في سن أبناء ثلاثين سنة عمر الله ثلاثين سنة يعني في سن ابن الثلاثين مو عجيب لا يكبر ولا يصغر شلون هذا؟ رجلاه في خضرة واقف على حشيش على ثيل على زرع على خضره واقف زين وقلنا مولانا هاي عقيده فلان وفلان وفلان عقيده جماعه شو تقول؟ فخر ساجدا وقع ساجدا لله تبارك وتعالى يعني ينزه الله عن هذا الكلام اللي هو خلاف القران اذا القران يقول لا تدركه الابصار اذا فرد واحد قال سمعت النبي قال انا شفت ربي يعني هذا الشخص ذا يكذب على النبي حاشا رسول الله ان يتكلم خلاف القران حاشا رسول الله ان يتكلم شنو خلاف ال القران اذا قال سبحانك ما عرفوك ولا وحدوك فمن اجل ذلك وصفوك يقولون الله ينشاف ما وحدوك وما عرفوك ذولا ما عرفوا الله ومو موحدين مو موحدين الله اكبر فمن اجل ذلك وصفوك يقولون الله ينشاف سبحانك ولو عرفوك لو ولو عرفوك لوصفوك لو بما وصفت به نفسك مو بالاحاديث اللي يصنعوها وفيها كذب فيها دجل فيها اشياء خلاف القران سبحانك كيف طاوعتهم انفسهم ان شبهوك بغيرك شلون قدروا يشبهون الله الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وتنسبون إلى الرسول الكريم يقول رأيته في صورة الشاب ابن ثلاثين سنة رجلاه على خضرة يعني إلى مثل ما إلى مثل الله يقول ليس كمثله شيء وهو يقول شاب شاب يعني مثل مثل إلى ما إلى يعني إلى مثل على خلاف القرآن كيف طاوعتهم أنفسهم أن شبهوك بغيرك إلهي لا أصفك إلا بما وصفت به نفسك ولا أشبهك بخلقك أنت أهل لكل خير فلا تجعلني مع القوم الظالمين دول ظلموا أنفسهم باعتقادهم الباطل أدخلوا الباطل في عقائدهم جابوا أحاديث كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله فيها فما كان على خلاف قول ربي لم أقله رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا شفت فرد كلام نقل عني على خلاف قول ربي لم أقله ستكثر بعدي الكذاب فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار هذه اعتقاداتنا الحقة بأن الله لا يرى لا في الدنيا لا في البرزخ لا في القيامه ولا في الجنه ليس كمثله شيء لا في اليقظه لا في المنام هو كما وصف نفسه لا تدركه الابصار ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.